الله 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 ايه مكبين الصورة برا تكبر في الواضحة وتصور معايا انا العيال لا الكاميرا عادي تصوري معايا الميديا شوف في البداية أولا كنشكروا اليوم 24 على الحضور ديالها والتغطية ديالها حقيقة لكل المبادرات في مدينة طنجة. أولا احنا كسائقين مهنيين طلقنا هذه المبادرة تضامنا مع الاخوان ديالنا والاخوات ديالنا في الاقاليم المنكوبه اللي تصابت بهذا الزلزال. نتمنى الشفاء لجرحانا والرحمه لموتانا والصبر لاهليهم. قلت اولا سائقين في مدينه طنجة أو ولاول مره كنطرحوا واحد المبادره بعيده كل البعد عن الانتماءات النقابيه والجمعويه والسياسيه. هذه مبادرة خاصة بالسائقين المهنيين بدون انتماءات وبدون ألوان حتى لا تكون هناك حساسات وخلافات. ما يهمنا هو أننا كسائقين مهنيين نبرهنوا أننا معنيين بالتضامن مع الإخوان ديالنا والأخوات ديالنا في هذه الأقاليم ونساهموا قدر المستطاع. وكنقدم الشكر ديالي والتحية ديالي لكل المهنيين اللي حقيقة ضحوا من الوقت ديالهم وساهموا في هذه المبادرة. وايضا كنقدم الشكر ديالي للساكنه ديال مدينه طنجة حقيقه اللي ابهرت العالم فيما يخص المساله ديال التضامن ديالها والوقوف ديالها الى جانب الاخوان ديالنا والى جانب جلاله الملك حفظه الله. بدايه القول نقدم احر التعازي لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله واياده والشعب المغربي قاطبه في هذه الفاجعه المأساوية اللي ألمت بالوطن ديالنا الكريم. وتعازينا لأسر ضحايا الله يصبرهم الله يرزقهم الصبر. وكيف ما كتشوفوا كأن مثلنا مثل باقي المواطنين كقطاع سيارات أجرة بطنجة كنقدموا يد المساعدة والتضامن للضحايا ديال الزلزال. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يتقبلها منا. وك لا يسعني القول إلا هذه الفاجعة أعطت وأضافت وبينت على روح التضامن وروح التكافل اللي هو معروف على الأمة الإسلامية بصفة عامة ليس فقط المغاربة. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى نكونوا عند حسن الجميع. تحية للإخوان ديالنا المهنيين بمدينة طنجة. إيوا هذه المبادرة احنا مع الإخوان ديالنا مضرورين الله يتوفنا المسلمين. وتحيه للشعب المغربي وتحيه للمهنيين من مدينه طنجة الاويره تحيه لهم وتبارك الله عليهم والله حفظهم. وهاد المبادره هذه اللي عملناها نسائق المهنيين مهمه لنا ومهمه للشعب. وحنا تنتفاخروا بان المهني تجمع مع بعضيتو. وتحيه كبيره 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 للمهنيين بالمغرب كامل. وجمعنا اللي اتسب الله جمعنا هنايا بالطحين ديالها بالسؤر ديالها بالحوايج ديالها بالمسائل ديالها امنه. تحيه للمهنيين الاحرار وتحيه للمهنيين اللي تعاونوا معنا وتحيه للاخوان ديالنا اللي سهروا على هذا الشيء. هذا قدموا التعازي ديالنا للزنزال ديال الزلزال اللي ضرب في الجهه ديال الحوز. وكنشكروا الاخوان على هذه المبادره اللي عملوا المهنيين ومشكورين. واليوم ان شاء الله ننطلقوا باللي ان شاء الله المساعده توصل لموليها ان شاء الله. وكنحاولوا كنشكروا كل ما ساهم في هذه المساعده هذه كنشكرهم جميع المهنيين لا من سكان مدينه طنجه جميع المهنيين
وحنا الحمد لله المغاربه كيتضامنوا مع بعضياتهم في الخير. وتحيه للمغاربه، وكنشكر مدينه طنجة جميعا سواء اللي عطى سواء اللي عطى. سواء تحياتي والسلام عليكم وشكرا. الرجال بالنسبه لك عائله صافي، بقى تفرغنا الارض وداك الشيء. هادي الثلاثه د المولدات هنايا عندهم غايه تاع البيطات.